تكاد تكون الفعاليات الثقافية حرفة تونسية بامتياز، ما إن يصيب الأمة خطب حتى يقبل العشرات هنا في المهدية مثلا إحدى محافظات الساحل التونسي لترجمة دعمهم أو غضبهم ثقافيا. الشعر كالعادة هو ساحة الإلهام، وهذا مهرجان الشعر العربي كرم الجمهورية العربية السورية ونضالات شعبها على لسان شاعرين سوريين جال المحافظة وهم يرددون شعر المقاومة والكفاح. كما نعلم أن هذه الحرب التي تستهدف سوريا هي تستهدف أيضا مكانة سوريا الحضارية، بهذه المشاركة نحن نقاوم هذه المحاولات التي تستهدف مكانتنا الحضارية ونؤكد وجودنا الثقافي والحضاري في المشهد الثقافي العربي. يا دمشق لك المجد بين جميع المدائن، يا رائعة يا صلاة الحياة وقبلتها كلما وقعت واقعة. الشعوب دائما لازم تبقى على تواصل بين بعضها وخاصة في الثقافة. يعني نحن في سوريا لم تقطع علاقاتها مع أي إنسان، إنما هم من بدأوا في أي دولة عربية بدأوا في قطع العلاقات، لكن هذه المهرجانات التي نشترك بها ونتواصل معهم هي عبارة عن جسور تواصل ما بين الشعوب مع بعضها بعضا. 3 أيام وهي المدة التي استغرقها هذا المهرجان الشعري في محاولة لإرجاع مكانة الشعر وتوحيد الشعب العربي في محاربة الإرهاب ومجابهة الفكر المتطرف. الدعوة إلى العقلانية مع الاعتدال وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر والانفتاح على الآخر، هذه القيم ينبغي أن يجذرها الشعر وينبغي أن نجذرها في انطلاقا من المراحل الأولى في العمر. يعني بالثقافة يعبر التونسيون عن غضبهم تجاه سياسات الدول العربية وحكوماتهم، وكم من كرة ملتهبة تبقى في ملعب الحكومات التونسية حتى تتخذ مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بعودة العلاقات مع دمشق ودعم الوحدة العربية. في ظل انتشار الإرهاب والتلوث الثقافي يطرح الشعر اليوم كحاجة ملحة لتنوير الإنسان العربي وإكسابه مناعة ضد الهجمة الوهابية والطائفية التي أضحت تنخر الجسد العربي. محمد مبارك، الإخبارية السورية، تونس.